السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحكمة 37، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. لعل هذه الحكمة تضع غاية كبيرة تختصر طريق التزكية لمن يعقل ويفهم، وهي أن الله كان ولا شيء معه، وهكذا ينبغي أن يعبد وأن يوحد. فجرد قلبك وعملك لله وحده، وضع هذه الغاية نصب عينيك إلى أن تلقى الله عز وجل. الحكمة 38، لا تتعدد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. إن مقتضى العلم والعقل والحكمة يدل على أن من أراد نيل مراده من أي مقصد سلك الطريق التي تحقق نيل مراده، فإن كانت هناك عدة طرق سلك أفضلها وأقواها. وأنت أيها المؤمن إذا كانت لك حاجة فأنزلها بالله وحده، وإياك أن تتعداه إلى غيره، فذلك جهل وسوء أدب، لأن العاقل يقصد القادر المقتدر وليس غيره. والله عز وجل كريم ولا تخطاه الآمال عند العقلاء. وما أجمل ما قيل في الكريم: إن الكريم إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفعت حاجة رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ. الحكمة 39، لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ هذه الحكمة بسبب التحليل العقلي والمنطقي لتفهم عن الله عز وجل في حركة الأقدار والحياة. فبداية كل حاجة أصابتك من أي نوع فأصبحت محتاجا، فاعلم أن الله موردها عليك وهو الحكيم العليم. فإن أردت قضاء هذه الحاجة فالحكمة والإيمان يدلونك على أن تقصد من أوردها عليك ليقضيها لك، ومن الجهل أن تقصد من لم يوردها عليك ليقضيها لك، لأن هذا الآخر عاجز أن يقضي حاجة لنفسه، فكيف يقضيها عن غيره؟ وما نقل عن بعض السلف أن ملكا قابل عالما في الطواف فسأله أن يرفع إليه حاجته، فقال: أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. فلما خرج من المسجد الحرام أتاه الملك فقال: ارفع حاجتك الآن. فقال: أنا لم أطلبها ممن يملك قضاءها، أفأطلبها ممن لا يملك قضاءها؟ الحكمة 40، إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه، فحسن ظنك به لوجود معاملته معك. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ هذه الحكمة نوع من العتاب العقلي والمنطقي للنفس، وحملها على حسن الظن بالله بنوع من الأدلة والمؤشرات الحسية. ومفادها أنك إذا لم تصل إلى أن تفهم وتعقل وتحسن الظن بالله لحسن وصفه فيما جاءت به الآيات والأحاديث، فاجعل ظنك بالله حسنا لوجود معاملته الحسنة لك، وتأمل في حالك ونفسك، فهل عودك إلا حسنا؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهل أزدى إليك إلا مننا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومثل هذا العتاب لا ينفع إلا مع النفوس المقبلة على الله الصادقة في توجهها له. أما نفوس الجاهلين والدهماء فلن تجد فيها إلا سخطا وتبرما. النصيحة 41، العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذه الحكمة من التأملات العميقة التي يحسن بالمؤمن أن يتأملها باستمرار في خلواته لما لها من ثمرات حسنة في الثبات على طريق التزكية. ومفادها أن العجب ممن يهرب مما سيدركه لا محالة، وهو الموت وفراق الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أي مسوق إلى ربك سوقا لا خيار لك فيه. وفي الآية الأخرى: إنك ميت
وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، فكيف تهرب من بل انفكاك له عنه؟ سؤال عقلي ومنطقي يوجه للنفس للتأمل، يوجه للنفس لتتأمله وتقتنع به. وكيف تطلب ما لا بقاء معه والدنيا كل من عليها فان؟ ويختمها بالآية التي تبين أن العمل الحقيقي ليس عمل بصر ولكن عمل بصيرة.